المباراة الأخيرة أول امبارح الحقيقة، وإحنا بنتكلم في الاستوديو أو في ملعب الأهلي، كلمنا وقلنا باركنا لنادي الزمالك وباركنا للنادي الإسماعيلي. النهاردة هنبارك للنادي الإسماعيلي بالمناسبة، يعني وإحنا بنتكلم كده على النهاردة الفوز على نادي سموحة، وابتدى النادي الإسماعيلي يعود مرة أخرى لمستواه الطبيعي أو لمكانه الطبيعي في وسط الأربعة الكبار. لسه شوية يعني، ولكن أنا متأكد إن النادي الإسماعيلي هيخش الفترة اللي جاية في وسط الأربعة الكبار، لأنه هو ده النادي الإسماعيلي. دايما بقول كده، مش النهارده بس على فكره، في فيديوهات قديمه كتيره تسمعوا انا بتكلم ازاي على النادي الاسماعيلي ونادي الاتحاد. النهارده برضو فاز على نادي الجونه 2-1، ابتدى برضو يعود او عاد بالفعل مره اخرى الى مكانته الطبيعيه تحت قياده المدير الفني المحترم كابتن حلمي طولان ومدير الكوره كابتن وليد صلاح الدين. فالمنافسه في الدوري بقى شيء مختلف، المنافسه في الدوري شيء مختلف. ما عنديش اي مشكله ان انا اقول لحضرتك ان انا اتمنى ان الاهلي يكسب كل مبارياته. ما هو معنى ان الاهلي يكسب كل مبارياته معنى ان الفرق الاخرى تخسر. هل ده في حاجه؟ هل ده في مشكله؟ ما اعتقدش ان في مشكله. انا لما اتمنى مباراه الاهلي القادمه في الدوري في افريقيا شبيبه الثوره، الاهلي سيلاقي شبيبه الثوره يوم السبت، مظبوط؟ بعد يوم السبت هيلاقي الزمالك. هل انا في النادي الاهلي مثلا او في قناه النادي الاهلي هتمنى فوز نادي الزمالك مثلا؟ يعني حاجه غريبه جدا. ما هو انا هتمنى فوز النادي الاهلي على الزمالك وعلى المصري وعلى الاتحاد وعلى وعلى بيراميدز وعلى الاسماعيلي وعلى كل الفرق، ده شيء طبيعي يعني. ففي النهايه يا جماعه الامور اللي احنا بنتكلم فيها دي، خدوا بالكم احنا عارفين احنا بنتكلم ازاي، وعندنا رؤساء تحرير للقناة محترمين جدا وبنتعلم منهم، وعندنا رؤساء تحرير لكل برنامج ناس محترمة جدا، وبرضو بنتعاون مع بعض عشان نوصل لحضراتكم ونشوف هنتكلم في ايه. فخدوا بالكم الموضوع بيمر على حاجات كتيرة جدا علشان يصل ان انا اتكلم مع حضراتكم على الشاشة. فعشان كده كلام مهم جدا جدا حابين نقوله في هذا الاطار، ومش هتكلم فيه تاني ومش هقول فيه تاني. النهاردة ايضا صدر او المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي الاستاذ شريف فؤاد كان مع امير هشام في الاهلي في كلام في الميديا، وقال ان الاهلي لا يتدخل في شؤون الاخرين بالنسبه لمباراه النادي الاهلي وانا اسف نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب، ده شيء يخص اتحاد كره القدم واحنا مالناش علاقه بهذا الموضوع. خلاص احنا مالناش علاقه بالموضوع ده، اللي عايز ياجل ياجل، اللي عايز يعمل يعمل، هم حرين، حاجه لا تخص النادي الاهلي. وبالتالي بالعكس الاستاذ شريف فؤاد انا سمعت المكالمه بيقول ان هو احنا بندعم موقف نادي الزمالك لانه سيلاقي عنده مباراه مهمه جدا ضد نصر حسين داي في المباراه القادمه، وبالتالي خلاص الموضوع بالنسبه لنا انتهى ومش هنفتحه تاني، لان ده القرار الصادر من مجلس اداره النادي الاهلي بما ان الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم المجلس هو اللي طلع يتكلم في هذا الموضوع. طيب خلينا بقى نروح لشبيبه الثوره، وزي ما انا قلت لكم قبل كده عندنا ماتش مهم جدا جدا.